السلام عليكم. اليوم راح نتكلم في موضوع مهم جدا. الياماها عطتك خدمة انك انت تدخل على الخدمات من غير ما تروح في المينيو بالطريقة هاي، وتروح على المينيو رقم 1 و2 وتختار الخدمة اللي تتباها. عطت لك شيء اسمه الهيد بيج، يعني الاشياء اللي هي الرئيسية. لاحظ معاي هني، هاي الاشياء في الصفحة الرئيسية، هاي الاشياء هاي كيف يتم تغييرها، تحط الخدمة اللي انت تباها دايركت على طول. بروح معك بنسوي في اللي هي الخانة الاولى، وبعدين نطبق على الخانات الباقية الست الباقية. احنا هني شو محطوط؟ ديمو. والخانة الثانية محطوط فويس ايديت. الديمو اذا انت حين مثلا الديمو عشان تدخل عليه تشوف يعطيك سيد على طول شو الديمو. الديمو كيف تختار انت؟ لازم تروح على المنيو، من المنيو تروح على منيو رقم 1 البيج، تلاحظ هني معاك الديمو. لكن هني وين كانت موجودة؟ تضبطها هني على طول في الصفحة الرئيسية. الحين راح نغير الديمو وراح نغير الخانة الاولى والثانية. الحين مثلا كيف يتم التغيير؟ تروح على كلمة اللي هي اساينبل، شوفها تضغط عليها تفتح معاك الصفحة هذه. تيجي فوقني عند شيء اسمه هوم شورت كاتس. لو تلاحظ الخانة الاولى ديمو، الخانة الثانية فويس ايديت، تضغط على الديمو ضغطتين تطلع معاك الصفحة هذه الكاتيجوري. الحين الاشياء اللي انت تبغى تختارها على طول تطلع في الصفحة الرئيسية. عندك 6 بيجات، لاحظ من 1 لغاية 6. انا ابغى اخلي حين بدال الديمو اختار مثلا المكسر، واختار المكسر، بس تضغط على المكسر كلوز تطلع. لاحظ تغيرت من ديمو الى المكسر. المكسر يدخلك على طول شوف على صفحة المكسر. المكسر هذا اذا انت تبغى تدخل عليه، بعطيك الحين مثال، لازم تروح على المنيو وتدخل على بيج رقم 1 وتختار هني شوف المكسر. لكن بالطريقة اللي علمتك اياها انت تقدر تغير هني، تحط الاشياء المهمة اللي انت تختارها تدخل عليها على طول من غير الرجوع الى اللي هو زرار المنيو. نروح عند الثاني محطوط فويس ايديت، راح اغيره، تضغط عليه شوف هذا يعطيك الفويس ايديت. تروح على الاسينبل نفس الشيء هوم شورت كات، تي على الخانه الثانيه فويس ايديت، طلع لك الخانه الكاتيجوري. مثلا بتحط شو سونج ريكورد، ابغي سونج ريكورد على طول، تسوي كلوز شوف لاحظ تغير الى سونج ريكورد، تضغط عليه يفتح لك سيده صفحه السونج ريكورد على طول من غير رجوع الى المنيو. سونج ريكورد انت عشان توصلها في الطريقه العاديه تضغط على المنيو وتروح على منيو رقم بيج 2 وعقب تيك السونج ريكورد. لاحظ سونج ريكورد، لكن انت بالعمليه اللي انا علمتك اياها تضغط على طول تفتح لك الصفحه. اعتقد وصلت الرساله. شكرا.